بلشت لميزون ديز ارتيست اول شيء بشي 10 تلاميذ مش اكثر، ومع الوقت هلا نيسا هيدي فتنا بتاسع سنه، صرت حوالي ال 150 لل 170 تلميذ، ما بقى في ياخذ اكثر. بودي بس ما فيي. اكيد هلا اني ستاف التلاميذ القدم صاروا يساعدوني بتعليم الاولاد، بس بعدني كل شيء ادولت انا بهتم فيه، لاني شوي نيقه وبسس وما بحب بدي انا احط اصبعي بدي اشوف كل شيء. انا دائما وقت يوصل لعندي تلميذ كيف بدي افسر له ليبلش الرسم؟ أكيد إذا صغير ما في مشكل لأنه الولد بيأمن، الكبير عنده على طول نفسه بده هو يعطي رأي. دونك بحاول فسر لهم إنه أنا ما بعرف أرسم، دونك هات لشوف إذا أنت بتعرف ترسم، وبلش معهم تيست، يعني بحط لهم غرض قدامهم وببلشوا يرسموا، بيلاحظوا إنه عندهم مشاكل مش عم يقدروا يدبروا حالهم ومش مزبوط طلعت. من هالمنطق بمشي. اللي 3 سنين ونص بتعلم رسم بالميزون ديز ارتيست. بلشت ما كنت عارف شيء، يعني انا مني موهوبه بالرسم بس كثير بحب البانتور وكثير بحب الرسم. فبلشت مع زوها كلنا بنبلش نرسم دجاجه بالاساس، سو لما بتجي الدجاجه كلهم بيعرفوا انه حدا ديبيتون. زوها مع انه علاقه معها بتجنن وبنصير كلنا اصحاب وكلنا بنموت فيها، بس ما بتقبل انه تطلعي من عندها ما تعلمتي. سو بتعلمي كل التكنيك تبع الرسم، بتعلم فريمون يعني مثل مدرسه تعليم رسم مضبوطه. ما كنت بحياتي راسمه، وهلا صار لي 8 سنين معها وحسيت حالي اكيد تقدمت كثير وصرت اعمل كثير اشياء ومبسوطة من حالي، بس إنه الواحد ما بيوقف يتعلم، ما في. حتى هي بتقول هي كمعلمة إنه حتى هي بتحب تتقدم بعد. لا ميزون ديز ارتيست بحب إنه يطلع منها التلميذ بيعرف يعمل كل شيء. هلا أني بأي ميديوم بيرتاح هو بعدين أكيد في ناس كتير بينبسطوا بالباستيل، ساك منهم بينبسطوا بالزيت، كل واحد بيلاقي شخصيته بشي. بس أنا المفضل لإلي إنه التلميذ يكون بوضع إنه شو ما كان قدامه يقدر يستعمله. شجعني أكثر شيء كفي مع زهى هو الجو وروح الدعم والتشجيع أنا اللي لقيته عندها. أنا بالميزون ديز ارتيس بار اكزامبل صار لي 9 سنين من وقت ما فتح الأتوليه، بنزل بنسى حالي تحت. بحس بسلام كثير انا وعم برسم، بحس برواق، بروق كثير. مثل ما قلت لك انا كثير ماني رايقه ابدا، وقت ارسم في شيء بقعدني 5 ساعات 6 ساعات، ما عاد بحس بالوقت، بحس بفرح كثير وقت اتوصل للي بدي اعمله، بفوت بغير عالم. بس تطلعي بلوحات زهى اليوم كلها فرح، كلها حياة، كلها بتحكي عن فرح الحياة، وهيدا بيجي كمان من إيمانها الكبير لزهى. زهى مؤمنة كبيرة، دونك الإيمان بيساعد كتير ليكون الواحد بهالعطاء وبهالفرح هيدا. أنا جو سوي بوليفالونت، يعني بقدر أعمل كل شيء بيخطر ببالي، أن بدي أعمل ميكس ميديا، بدي أعمل آر مودرن، بدي أعمل بورتري، ويل، أكريليك، فيزان، سانجين. ومنيح انه بعرف كل شيء لانه ما بكون معلمه منيحه، بس
عندي مثل كونسبت بمشي علي، ان كونسبت بمشي علي، عشي مرات بيخدني سنة سنتين، مرات ست شهور، مرات 10 أيام، بكون حاسة شي بدي طلعه. حالياً عم بشتغل على الحيوانات، قلت لك صار لي ديجا سنة، بس مش حاسة أبداً أني خلصت، لأنه هذا موضوع أول شي بياخد وقت كتير، عم بشتغل أني بغياليسم. دونك بعدهم مشاريع كلها براسي، وبعد عامل يمكن ربعهم. بقى هيك بتصير القصة، كله شو بدي، شو حابة أعطي مساج. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duele mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guarda amor, fuegos y penas.